رغم الشكوك التي تدور حول إصابته في غارة الضاحية الجنوبية ببيروت الأخيرة، والتي استهدفت هاشم صفي الدين الرجل الأول بحزب الله بعد اغتيال نصر الله، إلا أن الغموض ما زال يلف مصير قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني. مصادر لقناتي العربية والحدث رجحت أن يكون قاآني يخضع للمراقبة والعزل بعد عمليات الاغتيال الإسرائيلية التي طالت قادة إيرانيين بارزين. فآخر ظهور للرجل كان في مكتب ممثل حزب الله في طهران عبد الله صفي الدين، وتحديداً بعد يومين من اغتيال نصر الله. فبعدما أبلغ قاآني بحضوره أحد الاجتماعات الهامة للحزب في الضاحية الجنوبية، اعتذر في اللحظات الأخيرة قبل أن يتم استهداف الاجتماع بغارة إسرائيلية، وهو ما وضعه في دائرة الشك، حتى إن البعض ربط اختفاءه بخضوعه لاستجواب بشأن مقتل نصر الله. فداخل حزب الله تسود سيناريوهات عدة للاختراق ترجح أن يكون إسماعيل قاآني هو ثغرة الاختراق الإسرائيلية، بينما ترجح أوساط إيرانية أن يكون مدير مكتبه إحسان هو الثغرة، فيما يعتقد قاآني نفسه أن الاختراق يتم عبر جهاز الأمن الوقائي داخل فيلق القدس. مثل ما هي لايف.